convolution principle of discrete signal the same as convolution of the continuous. The steps are هتعمل نفس الكلام كنا بنعمل mirror of the discrete اللي هي y minus c. Move the mirror signal to the position indicated. زي ما كنا بنعمل بتعمل t. بعدين calculate the convolution. أنا مبين الكلام ده من خلال بعض الاكزامبلز. بص شباب هنا طبعا الكونفوليوشن ما بيبقاش انتجريشن بيبقى سميشن. الكونفوليوشن بيبقى عباره عن سميشن مش انتجريشن. فلو عندي مثلا يو اوف ان بتساوي اكس اوف ان بتساوي يو اوف ان اللي هي دي اهي يو اوف ان بالشكل ده اهي. طيب واي اوف ان بتساوي 3 على 4 في يو اوف ان يعني تبقى 3 على 4 اس ان في يو اوف ان يعني الكلام ده موجود للقيم بتاعت الان البوزيتيف بس اللي تبدا من الزيرو يعني. فادي السيجنال الواي اوف ان وادي السيجنال الاكس اوف ان. فانا باجي اعمل ازاي؟ فبيقول لك اوجد الزيد اوف ان يعني في المثال ده اوجد الكونفوليوشن عند ان بتساوي 5 وان بتساوي ناقص 5 وان بتساوي 10. الان بتساوي 5 معناها ايه؟ معناه ان انت لما عملت كده بعد ما جيت على الواي وقلبتها زي ما بنعمل في الحكايه اللي فاتت بعدين تحركها. تحركها قد ايه؟ ده اللي بيدولك في الرأس المسألة كده. معناه ان بعد ما قلبت كده الزيرو دي تبقى عند 5. معناها كده. معناها ان الزيرو ده يبقى عند 5 فيبقى عندي السيجنال بتاعتي. خد بالك ازاي؟ يعني دي هتيجي عند 5 هنا كده اللي هي الواحد دي. كويس؟ يبقى هنا السيجنال دهيت دي جت عند 5 هنا وبعدين الثلاثة على 4 دي هتيجي عند 4 وهكذا. فانت لفيت دي اهي وبعدين حركتها بقيمة ال ان اللي هو مديها لك وبعدين تجيب الكونفوليوشن ازاي؟ هتقول دلوقتي انا عندي سيجنال الأصلية اللي هي اكس اوف ان اللي هي يو اوف ان اللي هي بالمنظر ده اهي. يبقى أنا عندي هنا عند الخمسة في واحد في واحد عند أربعة في ثلاثة على أربعة في واحد عند ثلاثة في ثلاثة على أربعة تربيع في واحد عند اثنين في هيبقى ثلاثة على أربعة أس ثلاثة في واحد وهكذا. فيبقى الزيد أوف كي بتاعتي أو زيد أوف خمسة تبقى كأنها التجميع بتاعتي دي كده واحد في واحد، واحد في ثلاثة أرباع، واحد في ثلاثة أرباع تربيع، واحد في ثلاثة أرباع تكعيب وأنت ماشي كده لغاية أس خمسة. فده هيطلع رقم معين. هي 3.2884. لا ده لو عملنا زد بتساوي 5، زد بتساوي 10 هتعمل نفس الكلام بقى، هتروح بقى يبقى الواحد هيبقى عند 10. يبقى واحد في واحد ده أول ترم وبعدين ثلاث أرباع في واحد وبعدين ثلاث أرباع تربيع في واحد لغاية 10 ترمات فيطلع رقم تاني. زد أوف ماينس 5 هيبقى زد أوف ماينس 5 معناه إن أنت عملت تشفيت للكلام ده بالماينس 5 يعني الواحد ده هيبقى عند ناقص 5 الزيرو ده هيبقى عند ناقص 5. في الحالة دي هيبقى ما فيش انترسكشن خالص لأن الدالة يو اوف ان موجودة من زيرو إلى ما لا نهاية. فلو أنت زحزحت دي في اتجاه الماينس يبقى في الحالة دي الزد اوف ماينس 5 بصفر لأن ما فيش انترسكشن نهائي بين الاثنين. دي الطريقة اللي بنحسب بيها الكونفوليوشن. دي الطريقة اللي بنحسب بيها الكونفوليوشن. بتجيب دالة وتلفها وبعدين تحركها على حسب اللي بيديهولك 5 10 اي رقم بقى يديهولك فتلفها وبعدين تعمل تجميع لحاصل ضرب الدالتين. تجميع لحاصل ضرب الدالتين. لا دي مش اكزامبل مش عارف ده انا قلناه قبل كده. لا دي ترمن اكس اوف جي اوميجا. دي الفكره بتاعت الكونفوليوشن يا شباب. على فكره انا بجيب دايما
نص سؤال في الكونفوليوشن بتاع الديسكريت سيجنال، وده بيعتبر هدية، لانه زي ما انتم شايفين الموضوع يعني ايه بسيط جدا جدا جدا، انك بتجيب دالة وبعدين تقلبها وبعدين تحركها زي ما هو مديها لك وتعمل الحسبة، فدي بتعتبر هدية. ولذلك دايما انا بعتبر ان في سؤال في الامتحان سؤال هدية، اللي بيبقى فيه جزء نظري والجزء الثاني بتاع الكونفوليوشن بتاع الديسكريت سيجنال، فده يعتبر سؤال هدية لكل الناس، يعني اللي هو الجزئيتين دول. يعني بيقول لك ترمن اكس اوف جي اوميجا، لو كانت اكس اوف ان بتساوي يو اوف ان ناقص يو اوف ان ماينس، عملنا احنا القصة دي قبل كده كتير. دي معناها ان انت عندك الدالة بتاعت يو اوف ان دي خلاص عارفينها، بس دي انت بتوجد ايه ال يعني دي مش مكملة لغاية الاخر، دي احنا حلينا زيها كتير قوي، حلينا زيها كتير بتاعت اليو اوف ان بتاع واحد، يعني دي معناها ان الفا بتاعتي كانها بتساوي واحد، واحد فاكرين واحد على واحد ناقص الفا في يو اس ماينس جي اوميجا في الفا ناقص الفا اي اس ماينس جي اوميجا، وبعدين بتحط الفا بتساوي واحد، وبعدين تعمل التانية اللي هي اللي شفت وتطرح الاثنين من بعض. طيب هنا دي بقى هنا احسب الكونفوليوشن عند اربعة بتاعت واحدة فيهم واحد على ان بلس وان من زيرو الى ما لا نهاية، طبعا عند زيرو هي ما ينفعش خليها واحد على ان لان هتبقى عند زيرو ما لا نهاية، عشان كده واحد على ان بلس وان، والدالة التانية نص اس ان في اوف ان كويس، فانت هتيجي على الدالتين مرسومين اهم، ادي واحد على ان بلس وان عند ان بتساوي صفر تبقى بتساوي واحد، عند ان بتساوي واحد تبقى بتساوي نص، عند ان بتساوي اتنين تبقى تلت، وانت ماشي كده. الدالة التانية نص اس ان دي اللي على شكل الفا اس ان يعني في اوف ان، فالالفا اس ان هي اللي هي نص ربع تمن واحد على ستاشر، وانت ماشي كده. انا خدت الدالة دي ولفتها كده الناحية دي، انك وجدها عند زد اربعة، فكأنك الزيرو ده هيجي عند اربعة اهو، وبعدين الواحد هيجي عند تلاتة وهكذا، فيبقى عندي زد اوف اربعة بتساوي واحد في خمس زائد نص في ربع زائد ربع في تلت زائد نص في نص زائد واحد، يطلع رقم معين اللي هو convolution اللي هو 1.66. يبقى دي ايه، يبقى دول مثالين على الكونفوليوشن اوف ديسكريت سيجنال، وزي ما قلت لكم دي بتعتبر مساله هديه، هديه في الامتحان دي مساله هديه تماما يعني، وبتيجي حاجه مشابهه اللي احنا قلناها دلوقتي دي. طب بيقول لك لو كانت اكس اوف جي اوميجا بتساوي 2 كوزين اوميجا، اوجد اكس اوف ان، دي الانفيرس، دي الانفيرس، لما بتلاقي حاجه اللي هي فيها الكوزين دي اقلبها الى اي اس جي واي اس ناقص جي، كوزين اي اس جي زائد اي اس ناقص جي في نص، يبقى الكوزين دي عبارة عن نص في الكلام ده مضروب في اتنين، تبقى دي ضايعة دي تبقى اي اس جي زائد اي اس ناقص جي كويس. الاكس اوف ان هتجيبها من القانون الاساسي اللي هي واحد على اتنين باي التكامل من ناقص باي الى باي بتاعت الدالة اللي هي اكس اوف جي اوميجا في اس جي اوميجا ان دي اوميجا، ده من القانون الاساسي، تبقى بتساوي واحد على اتنين باي الكوزين دي بقت كده اهي في اس جي اوميجا ان دي اوميجا، هاد هتدخل بقى دي جوه تبقى اي اس جي اوميجا ان زائد 2، ودي هتبقى اي اس جي اوميجا ان ماينس 2، وهتعمل تكامل، الموضوع بسيط يعني. بعد كده انا ما كملتهاش على اساس ان ايه ان دي هي تعمل اهي معموله بالكامل هنا اهي، احنا وصلنا لغايه النقطه دي، هتعمل تكامل اي اس جي اوميجا ان زائد ان، فهتقسم على انت بتكامل طبعا بالنسبه للاوميجا يبقى جي 2 زائد ان، ودي جي في ان ناقص 2 اي اس جي، وبعدين بقى هتعوض يبقى اي اس جي باي ان بلس 2
ناقص اي اس ناقص جي ان بلس 2 على لا ان ماينس 2 لا اسف ده دي بنعوض هنا بعوض بباي هنا فمره مره بعوض بباي ومره بعوض بناقص باي وبعدين هنا بعوض مره برضو بباي ومره بناقص باي كويس فدي هتبقى بتساوي كام اي اس جي ناقص اي اس ناقص جي على 2 جي دي بساين والثانيه برضو بساين اهي ودي دي مقسومه على دخلت انا الباي هنا دخلت باي في المقام يبقى باي ان بلس 2 وهنا باي ان ماينس 2 فدي كانها بتساوي سينك ان بلس 2 زائد سينك ان ماينس 2 زائد سينك ان ماينس 2 حد يقول لي يا شباب اكس اوف ان دي لو رسمتها تطلع ايه لو رسمنا دي تطلع يا شباب دي ديسكريت خلي بالكم يعني ان دي 1 2 3 4 مش كونتينوس فانكشن تطلع ايه دي يا شباب ها ها طيب بص وزن متشفت اليمين وزن متشفت الشمال الان بوزيتيف فاليوز 1 0 1 2 3 وانت ماشي كده بس تطلع خدها واحده واحده لو ان بزيرو تبقى ايه سينك 2 زائد سينك ماينس 2 سينك 2 بكام زيرو وسينك ماينس 2 بزيرو كويس ان بواحد هتبقى بزيرو برضو ان باتنين بزيرو لا ثواني ان باتنين هتبقى نص كده ملهاش قيمة غير عند ان باتنين او ان بكم النيجاتيف اتنين نيجاتيف اتنين بس اتنين امبالسز اتنين امبالسز واحد عند ناقص اتنين واحد عند اتنين كل عارفين من قيمتها نص كل واحد فيهم قيمتها نص هذا ازاي يبقى الـ هنا الانفيرس بتاع الكوزين في الديسكريت يطلع اتنين امبلس زي ما كان لو انت بتعمل ساين او كوزين في الفوريير ترانسفورم وتجيب الانفيرس يوم يطلع برضو اتنين امبلس يطلع اتنين امبلس مشابهه لايه ان انت عندك في العادي الساين والكوزين دول بيبقى عباره عن ايه في الفريكوانسي دومين عباره عن امبلسز تبقى في امبلس عند اف نوت وامبلس عند ناقص اف نوت وهكذا بس فهنا اتنين امبلسز واحده عند اتنين والتانية عند ناقص اتنين اهي نظرك ازاي تطلع بالمنظر ده طيب يقول لك هنا اوجد الانفيرس الديسكريت تايم فورير ترانسفورم بتاع الداله دي جي دي باي دي اوميجا الكلام ده احنا عارفين ان ايه ان لما تبقى دي عباره عن ايه اللي جوه ده خليكم معايا دي دريشليت فانكشن بتاعت ايه الريكتانجلر بلس واخد بالك ازاي اللي فيها عدد البلسز 11 اللي هي كان فاكرين كانت بتطلع ساين 2 ام بلس 1 في اوميجا على 2 حيث 2 ام بلس 1 ده النمبر اوف بلسز فدي كانها دي ريكتانجلر بلس دي عباره عن ريكتانجلر بلس 5 يمين و5 شمال ده ترانسفورم بتاعها وبعدين انت ضارب الكلام ده في مين في اي اس ماينس جي 5 اوميجا كويس يبقى ده معناه ايه يعني بص هي يعني اصلا الجزء ده عباره عن ريكتانجلر بلس من ناقص 5 ل 5
بما فيهم الصفر في النص، فبالتالي بعد كده رحت انت مشفتها خمسة، يبقى كانها ايه؟ كانها مجموعة من البلسز عددهم 11 بديين من الصفر، بديين من الصفر. عشان كده بقولك هنا comparing this expression مع the expression ده we can find that 2m plus 1 تساوي 11، يعني m بتساوي 5. ده term means shifting بمقدار 5، واخد بالك ازاي؟ in time domain، يعني انا عندي البلسز بتاعتي بالمنظر ده، معناها ان البلسز بتاعتي دي بالمنظر ده. طيب نكمل كده. since x of j omega is j dx d by d omega بتساوي الكلام ده، then x of n is rectangular pulse multiplied by n. انتوا عارفين لما بنعمل تفاضل يعني ده الترانسفورم بتاع البلسز اللي هي تبتدي من 0 وتنتهي ب 10، كويس؟ لما بتبقى تعمل التفاضل وتضرب في جي معناها الداله بتاعتك اتضربت في مين؟ اتضربت في ان. معناها الداله بتاعتي اتضربت ايه؟ اتضربت في ان، هي كانت بواحد من 0 لغايه 10، فكل واحد منهم اللي في 0 هيبقى 0، اللي في الواحد هيبقى 1، لان هي اصلا كانت 1 بس الواحد ده اتضرب في ان، فلما ان تساوي صفر يبقى صفر، لما الواحد يضرب في واحد يبقى واحد، لما الواحد يضرب في اتنين يبقى اتنين لانه بتضرب في ان، فيبقى عندك يبقى اذا الاكس اوف ان بتاعتي هي المنظر ده. خلي بالك دي مساله امتحان، دي كانت جت في امتحان قبل كده، يعني يبقى الاكس اوف جي اوميجا بتاعتي كانها هي عباره عن يعني كان اكس اوف ان بتاعتي يا شباب، ها يعني دي ممكن دي مساله بطريقه عكسيه، اقول لك اكس اوف ان بتساوي ان وان من 0 الى 10 ويطلع الكلام ده، يطلع هذا كده. بس طبعا التفاضل هنا غلس، عشان كده احنا جبناها بالمنظر دوت عشان ما تضطرش تعمل التفاضل دوت وكلام زي كده. يعني دي الاكس اوف ان بتاعتي دي كانها اكس اوف ان بتاعتي بتساوي ان من 0 الى 10، يعني دي كان اكس اوف ان، هي دي اكس اوف ان بتساوي ان وان من 0 الى 10، دي معناها دي اكس اوف ان بتاعت المساله دي. دي عملناها كتير قبل كده، عملناها المره فاتت اكس اوف ان بتساوي نص في يو اوف ان وان من 0 الى 5، فتعتبرها انها يو اوف ان لغايه ما لا نهايه، وبعدين تشيل منها من اول 6، فبالتالي يبقى اكس اوف جي اوميجا زي ما قلنا هتساوي اللي دي اللي هي لغايه ما لا نهايه 1 على الفا 1 ناقص الفا يقص ماينس جي اوميجا، دي اللي هي بتاعت لغايه ما لا نهايه، وبعدين الثانيه اللي هي تبتدي من النص اس 6 ودي شيفتد بمقدار 6 يوس ماينس جي 6 اوميجا على 1 ناقص الفا يوس ماينس جي اوميجا، وهتطرح الاثنين من بعض وهتطلع الاكسبريشن بتاع اكس اوف ان اهي اكس اوف جي اوميجا، تطلع الكلام دوت. ولما هنحط قلنا اكس اوف 0 دي قلناها المره اللي فاتت لازم يطلع هو مجموع الايه؟ مجموع البلسز، فانا عملتها طلعت هذا الكلام، اجمع الاكس اوف ان من 0 لغايه 5 هيطلع هذا الكلام، فهي لازم يطلع الرقم ده هو نفسه ايه؟ الرقم ده. دكتور في السؤال ده ممكن اطبق قانون الجيومتريك سيريز على طول؟ طبعا الجيومتريك سيريز بتاع اللي هو بتاع النص اس 6 ولا قصدك ايه اللي هي هنا يعني؟ اللي هو سبميشن لا في سبميشن الكي باور ان بيساوي 1 ماينس كي باور ام بلس 1 على 1 ماينس كي، مظبوط ينفع. تمام ودي اكزامبل تاني نفس الكلام ده، نفس الكلام بيبقى كانوا ده تكرار يعني نفس الفكره.
أعتقد المسائل التانية دي كلها حليناها، نفس الكلام ده، هي نفس الكلام ده حليناه المرة اللي فاتت، وده another solution نفس المسألة. زي ما قلت لكم إن هي دي كأنها بتوصلها كأنها rectangular pulse shifted، كأنها rectangular pulse shifted، بتطلع نفس الكلام. يعني دي اللي هما سبعة pulses دول تقدر تعتبر إنها دي rectangular pulse، وتطبق عليها قانون rectangular pulse وتقول إنها shifted يعني. يعني دي ده حل بطريقه ثانيه. خدي بالكوا شباب، يعني انا بدل ما بعمل دي ان هي من لغايه ما لا نهايه ناقص من تشيل منها من سبعه لغايه ما لا نهايه، اعتبر دي او توصل دي كانها دي عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجولار بالس. خد بالك ازاي؟ بس شفت هنا بمقدار، هترجع هنا بمقدار ثلاثه، هترجع هنا بمقدار ثلاثه، فضربت في اس جي 3 اوم، اساسا انك بتضرب في يوس ماينس جي اوميجا ان، يوس ماينس جي اوميجا ان. فدي ممكن تبص لها كده وتطلع نفس الكلام اللي كنا بنقول. بس ده خلي بالك هنا في شرطين يا شباب عشان تطبق الفكره دي. الشرط ان هي يو اوف ان ما تبقاش بتقل ولا بتزيد، دي لازم تبقى ريكتانجلر بالس يعني كلها 1. الحاجه الثانيه لازم النمبر اوف بالسز عشان ينطبق الفكره دهيت، النمبر اوف بالسز يبقى اود، النمبر اوف بالسز يبقى اود عشان يبقى عدد البالسز يمين قد عدد البالسز شمال، لان لو ايفن هيبقى في واحده يا يمين زياده يا شمال زياده. فعشان تطبق القانون اللي قلنا عليه، بصوا هنا السبعة دي اللي هي 3 زائد 3 زائد 1، فلازم يبقى ايه؟ نبقى number of pulses بتاعتنا ايه؟ odd، لازم number of pulses بتاعتنا تبقى odd. دي ما ينفعش تطبق الفكرة اللي قلنا عليه، لا دي لازم تعملها بالطريقة المعتادة دي، لازم تعمل بالطريقة المعتادة. وبرضه دي برضه لازم تتعمل بالطريقه المعتاده اي اس ان. هنا لما تبقى هي اي اس ان يعني كان الفا بتاعتي بتساوي اي، الالفا بتاعتي بتساوي اي، وهتعمل هتجمع بقى بالطريقه المعتاده هنا. يعني انت ممكن تطبق القانون على طول اللي هو هو ده القانون اللي انت بتقول عليه صح كده؟ هو ده القانون. ايوه يعني ما فيش مشكلة، فيش مشكلة خالص يعني. فطبعا هنا برضو نفس القانون، وبتعمل تشيك انك بتعمل جمع للبالسز يعني. اهو ده بصوا كده شباب، اهو ده نفس المسألة اللي كنا بنقول عليها، من 0 ل 6 بقت اكس اوف ان، دي بقى اكس اوف ان بتساوي ان، دي اللي هي المسألة السابقة، هي فدي معناها ان هي دي ريكتانجلر بالس شيفتد على اليمين 3، دي معناها اكس اوف ان كان بي ري ريتن از تساوي 1 في ان من 0 ل 6 سينس وي كان ابلاي مالتيبليكيشن اوف ان رول فور ذا سوليوشن اوف ذا بريفيوس ايكويشن وير. يبقى دي كانك جبت الايه من 0 لغايه 6 اللي كانت اتحلت في المساله اللي فاتت، اتحلت بالطريقه التقليديه كانت طالعة كده، الطريقه التقليديه كانت طالعة كده. يبقى هتقول بقى ايه؟ يبقى هتقول جي دي اكس اوف جي اوميجا باي دي اوميجا، واكس اوف جي اوميجا اللي هي دي اللي هي المنظر ده. بس طبعا التفاضل هنا بيبقى يعني غلس جدا يعني. انا يعني مسألة زي دي بيكتفي ان انت تقول ان هي دي اكس اوف جي اوميجا باي دي اوميجا، بتطلع طبعا طويله جدا، التفاضل بيطلع طويل جدا. خلاص كده، يبقى احنا خلصنا الكورس باذن الله. الشكل العام للامتحان
اللي جبته في السنين اللي فاتت. بس انا يعني ايه لما نتقابل يوم الامتحان بقى، شوف الجمعه الخميس ولا الجمعه، اقول لكم الشكل العام بتاع الامتحان عشان نكون كلنا عارفين. بيبقى فيه سؤال نظري عام يعني بتاع ايه multiple choice او صح وغلط. multiple choice او صح وغلط ده سؤال صغير يعني مثلا 5 درجات حاجة من هذا القبيل. وبعدين في سؤال نظري، النظري دي بيبقى حاجة من الاثنين، يا اما الجاوسيان بلس الاثبات بتاعها، يا اما السامبلينج ثيوري اللي قلناه المرة اللي فاتت، اثبات ده او اثبات ده. وبعدين في سؤال بيبقى على الكونفوليوشن بتاع الديسكريت سيجنال. دول 3 أجزاء اساسيين، ودول بيعتبروا الثلاثه دول بعتبرهم هديه انا بجيبها المفروض ان كل الناس تحلها. يعني بفترض ان كل الناس لازم تحل هذه الاجزاء كويس. وبعدين في مساله بتبقى كونفوليوشن العادي، مسألة convolution العادي، ودي اللي بتاخد وقت شوية، ودي بتاخد وقت شوية على اساس انك ايه بتعمل integration وتفضل ماشي فيها وتعمل plot وكلام من هذا القبيل. وبعدين في مسألة على الفوريير ترانسفورم والانفيرس فوريير ترانسفورم، فوريير ترانسفورم والانفيرس فوريير ترانسفورم. وبعدين مسألة على الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم. ده الشكل العام بتاع الامتحان، ده الشكل العام بتاع الامتحان. خد بالك يا شباب، يعني دي الحاجات طبعا بيبقى هنا في تركيز على الاجزاء اللي اتاخدت بعد الميد تيرم، بيبقى في تركيز على الاجزاء اللي اتاخدت بعد ايه بعد الميد تيرم، فبيبقى دي اللي عليه الجزء الاكثر convolution بعد الميد تيرم، الديسكريت تايم فورير ترانسفورم بعد الميد تيرم، الفورير ترانسفورم والانفيرس بعد الميد تيرم. فدول بيبقى عليهم الويت الاكثر في الامتحان. ده الشكل العام بتاع الامتحان. لو حصل اي تغيير، انا لسه ما حطيتش الامتحان طبعا خالص، يعني امتحانكم زي ما انا عارف ان هو يوم 9/6 زي ما اتكلمت مع زمايلكم من 2 لـ4، مظبوط يا شباب؟ 9/6 من الساعه 2 للساعه 4، مظبوط؟ اه مظبوط. دكتور، هو البروفس احنا علينا جاوسيان وايه تاني؟ والسامبلينج ثيوري بتاعت النايكوست كرايتيريا قلتها المره اللي فاتت بتاعت الاسك. نعم، السامبلينج ثيوري بتاعت الاسك اهي، اللي فيها الاسك. تمام، ثيوري اللي الجزء ده اللي فيها الامبليتيود شيفت جين ده، كويس. فده الشكل العام بتاع الامتحان. الامتحان بيبقى 2 ساعة. انا بفترض ان الاجزاء الاولانيه السهله دي اللي فيها بروف وفيها الديسكريت تايم فورير ترانسفور، الكونفوليوشن بتاع الديسكريت تايم فورير ترانسفور والصحه والغلط والحاجات دي، ما تاخدش منك مفروض اكتر من نص ساعه، ما تاخدش منك اكتر من نص ساعه. وبعدين الفورير ترانسفور والانفيرس دول عادة المفروض ما ياخدوش وقت، يعني اساس انك بتستخدم البروبرتيز وحاجات زي كده. اللي بياخد معاك شوية وقت الكونفوليوشن العادية، الكونفوليوشن العادية. ده الشكل العام بتاع الامتحان. لو في اي تغيير هتكلم مع مصطفى، ومبدئيا ياريت نتقابل زي النهاردة الاسبوع الجاي نتكلم بخصوص الامتحان بس كده. وهيبقى تقريبا هبقى قررت احط اعمال السنه النهائيه، هبقى ابعتها لمصطفى على طول. نقول لكم كل سنه طيبين، ولو في اي اسئله احنا هنتقابل برضو يوم الثلاث الجاي من باب الاحتياط. يعني احنا عموما خلصت المنهج كده، المنهج كده باذن الله خلص. يعني ففي اي اسئله شباب قبل ما نقفل؟ خلاص، ابقى انا اتصل بمصطفى ياكد عليا الكويز هيبقى امتى. مصطفى ياكد عليا الكويز يبقى امتى. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي، تمام يا دكتور. اشوفكم على خير، وان شاء الله الامتحان كله يبقى تمام باذن الله.
مبدئيا هيبقى برضو ممكن الثلاث الجاي لو في اسئله نبقى نتقابل، يعني هيبقى اساسا هو مفتوح اسئله ليكوا، يعني هيبقى مفتوح اسئله لي. نشوفكم على خير، سلام. سلام.